إعادة التوازن السياسي عنصر متقدم على سائر العوامل لعودة العجلة الاقتصادية إلى طبيعتها الاجتماعية. دكتور محمد وهبي تحدث لتلفزيون لبنان عن مضاربات الصرافين التي زادت من شدة الأزمة. يلي صار عندنا بلبنان أنه منعوا أول شيء حطوا للناس دولار دولار دولار، يعني ليش حاجة الدولار؟ أنا هذا ما بفهمه، ليش العالم كلها سوا لما راحت تسحب دولار، مع أنه مصرف لبنان عم بيحدد سعر الدولار، هو سعره الوسطي 1557.50، وبالتالي لا العالم راحت اشترت وصارت تشتري أكثر. بس هون بيرجع لموضوع الإدارة اللي عم بيديرها المصارف، وأنا عم بقول أنه هذه إدارة صح، والعالم كله سواء عم تسمع شائعات وورا الشائعة عم تركض، مرات الشائعة بتهدم مؤسسة. للأسف أنه إدارة المصارف والمصارف بشكل عام أداروا الأزمة، لأن نحن بحالة أزمة، أداروها بشكل كتير سيء. يعني حرموا الناس من أنه يعطوهم أموال. نصوري أنا عندي 1,900,000 حساب، 1,700,000 حساب هن 3,000 دولار وأقل، عندي بحدود 32% من الإيداعات هي بحدود 3,000 دولار و 100,000 دولار، يعني كل العالم تقريبا 92% من الودائع يلي قادرين تصرفوا فيها، مش قد التحويل اللي صارت خلال فترة الإقفال. فترة إقفال فقط أسبوع للمصارف تحول خلالها 3 مليار دولار للخارج، يعني في شيء غير معقول وغير مفهوم. لألف دولار ما بعطيه للشخص و 3 مليارات دولار بقول لهم لا، من هالتلات مليارات في تحويدي واحدة بس 200 مليون دولار، يعني في شيء غلط غير منطقي. وبالتالي أنا بلاقي أنه الكرتلات المالية من صيارفي من مصارف عم تشتغل بعكس المصلحة اللبنانية والمصلحة المالية تبعيتهم، لأنه هون صار في عندي ثغرة ثقة ما بين المودع من جهة وما بين المصارف من جهة. قبل ما نزلت الليرة كانت وصلت لل 2,300-2,350 شوي صغير، قالوا للعالم صارت 1,700-1,600، ثاني نهار هنو صارت 1,600 انتبهوا بس نعاود نفتح هتعاود تعلى. وهوني كمان في عملية تخويف عم بصير، يعني أخدوها على الواطي عم بيعاودوا يبيعوها على العالي، في عملية أنا بتصور فيها من وراها سوقنية، وبالتالي في عملية اقتصاص من السوق. ليه؟ ليه المواطن بده يدفع؟ وهوني في سؤال كتير كبير، وين مصرف لبنان؟ وين السياسات المالية الموجودة؟ وين طريقة التعامل مع المؤسسات اللي انت ضمنها بكل الاحوال؟ يا جمعيه مصارف كمان بدكم تنتبهوا. برايك هالاجراءات اللي بده ياخذها مطلع الاسبوع يلي يعني بده يعلن عنها، هل هي كفيله اليوم لتعالج الازمه؟ هلا نحكي عن اجراءات، بس بدنا نعرف كيف ماهي الاجراءات وكيف هي حدودها ساعه لنقدر نحكم. بانتظار ما سيصدره حاكم مصرف لبنان رياض سلام الاسبوع المقبل من تعاميم جديده علها تساهم في تخفيف الازمه القائمه.